بقى بكات عليا قالت لي ما خليتي لي حتى حاجه انت هربتي. قلت لها صح، وهي بيني وبين كتهلا فيا اكثر ما نتهلا فيا انا. يعني على قبل ذاك المش جلستي تتسنى الوراق وتمارا وطلع هو لا لا كيفاش لا لا يصوتي لا للمش الفيزا؟ ندخل شويه في الموضوع اخي سفيان. اغلبيه هنايا ديال الناس، انا تلاقيت مع الناس هنايا باش جيت فهمتيني، والاكسبيريونس ديال الجواز كتلاقى مع الناس تعطوك نصائح تهضروا معاك تقول لك شحال من حاجه. ولكن شوف خويا اهلا ما بعدا باش تسمحني اكمل نقاطعك كمل انيس. اخي سفيان هذه النقطه هذه زوينه كملها. اغلبيه الناس اللي يجيو جواج ما يجوش بالجرين كارد ديال العمل انت جيتي 10 سنين ديال 10 سنين. واو اوكي فهمتيني، اغلبيه هذه نصيحه، عندك اخويا جلس في المغرب يعطيوك الجرين كارد ديال 10 سنين عاد اجي لهنا. راه خويا سفيان راه بزاف، راه الناس بس نعطيهم شويه القاصح، الناس تياكلوا التصرفيق فهمتيني. خلي هذيك الجمعيه اللي تمشيو تداعوا فيها، وانا راه كنتحمى راه العادات ديال تقولك انا نتلاقيت الناس تقول لك اخويا بغيت يرجع البلاد فهمتيني، واه وبالاخص كاينين بزاف وبالاخص شي واحد ما تيكون مزرار وتيلبس مزيان وتيخرج وكذا، ورا المرة كتقول لك هذا جبتو معايا من المغرب، هذا خارج ليا مبوكس، هذا راه طيروا من اي خرجها من الباب طيروا ليا شي وحده وشي، فهمتي، تيوليو مشاكل. ولكن راه ما عمرني خويا شفتي واحد جاب معايا مقط من المغرب امريكا. انا درا ها بزاف هو اخويا ها هو الدايت. دابا راك درتي اجر في ذاك القط في خبارك. ومالو اخويا كتمالي فيه في المغرب تضر فيه الحجر خويا، مالو ما قالهاش ليا، هو الداخل ديالو فرح فراسي خيس فيه. انت ودبام كنا عندي عشيري ودبام كنا اصاحبي. عرفتي انا مشكله صاحبي معاك ما عمر شي واحد طلع معايا. شوف شوف انا طلعت على الريمه ديال المغاربه في امريكا، ماشي زعما طلعت هما انا زعما طلعوا معايا في اللايف، ولكن انا ما عمر شي واحد جاب معايا شي حيوان. شوف بنادم كتجي فيه الفرصه ديال قوريه ولا قرعه تيفكر غير في راسه بقى غير يخوي. انت كيفاش جايب لا معاك القط؟ هو اخويا عرفتي القط علاش جبته انا نقول لك، هو كانسانيه ما تفرطش فيه، وثاني حاجه دوز معايا الكونفينمون في المغرب. دابا تخيل معايا الوقيته مين ما كتخرج ليه الحانوت، ما كتمشي حتى شي بلاصه، وهذا القط كتشوف فيه ويشوف فيك، وفي الاخر عرفتي تمشي وتخليه يقول لك والله اخويا انت ما راجل بالله. شو مشكلة ما صعب. خلي خويا دابا الصاحب ديالك تما في نيويورك شنو كدير في الخدمة؟ خويا خدام في لوطيل. مرتاح دابا مزيان يعني بخير اللهم لك الحمد. وانا وعاش دابا فيك ديك نقول السكنة لك في نيويورك سيتي بلا ما تكذب عليا. مشيت انا نقول لك شنو طرا، جيت لهنايا ريحت مع المدام وداك الشيء صافي، جا وقت الطلاق وانا نقول صافي يا السطا نهبط للالاي الجو ديال المغرب هذيك كدا، داكشي اللي درت موفيت لالاي هزيت الباكتاج. ماشي الناس اش قالوا لي، قالوا لي عرفتي شنو اني ازاي ضرب شي دويره تما ما تعرفوش يعجبك الحال ولا ما يعجبكش الحال. وديك الساعه خدام وجات لعندي المديره الكبيره ديال لوطيل وهي تقول لي، قالت لي باش نقول لك واحد القضيه، قالت لي راه تمشي تمشي وغادي ترجع. قالت لي هادشي راه ماشي كنقولها لك حيت انا راه زعما راه بغيتك ترجع. قالت لي علميا الناس تمشيو من نيويورك تمشيو شي مدينه واحده اخرى 73% منهم تيرجعوا، هادو احصائيات كتهضر. قلت لها صافي انا في راسي هذيك فهمتيني تخيق فراغ. قلت لها صافي ماشي مشكل، مشيت جلست تما 21 يوم رجعت في حالاتي. علاش من السبب الغلا؟ لا ماشي الغلا تما، يلا كانت بادي هي ضروري خاصك الطوموبيل هنايا في نيويورك تمشي في ما بغيتي تمشي ايزي، وعندك عندك الاي بحال دابا هذيك بيفرلي هيز اللي بيفرلي هيز اللي نايضه فيها كدور تما مع تسعود ما كاين حتى واحد. هنا نيويورك خرج مع 4 الصباح خرج مع 3 الصباح فهمتيني، بغيتي شي حاجه راه ماشي اي واحد تيبغي داك الاكتضاض وداك الشيء اللي انت دابا ارتحيتي فيه. هو نمشي انا شي مدينه كان فهمتيني دابا انت ما عندكش طنوبيل، لا كاين الطوموبيل حيت الاغلبيه اللي في نيويورك ما كيديروش طنوبيلات، كيف قلتي الترونسبور كاين. هو ترونسبور كاين يا وعلى حسب دابا كاين سميتو كل واحد فهمتيني. علاش اخويا واخد ميستانك علاش؟ يو حيتاش انجوي ات الحب، فهمتيني يو الحب ديال انجوي ات الميكانيك فريمون فري فري، ما العشق ديال خدامش الميكانيك ما كيخليكش يعني ما كاينش شي سبب. فوالا ما ولكن خدامش شوف بغيت فيها غير نسولك كوبير واحد، ولا شي حاجة. يا بغيت غير نسولك دابا الوراق ديال الحيوانات كيفاش كتجمعهم؟ شكرا اخويا على الباتش عاوتاني، راه انت بس بزاف واخ. وليتي ترجع لهذا الحيوان. لا لا والله الا حيتاش راه مازال راه مازال ما راك صدمتيني الصاد. واش
واش الورق ديالهم ساهل يعني تخلص شي فيز ولا شنو؟ تخلص عليه واقيلا شي 200 2500 حتى 3000 درهم هما في المغرب. والورقات ديالهم واش كدير للقنصليه؟ كتجيب له لا بلاتي لا لا القط زعما واش كدير المقابله حتى هو؟ ما سنت والله ما بغيت نطلع عليك ولكن لا والقنصل اللي كيعطيه الفيزا باش بغى يخويا يعني خاصو يشوف القط. لا عندو شي ولاد ما عندوش شي ولاد واش يجيب شي ولادو؟ شوف انيس اخويا ما نطلع عليك راه دابا انت اللي مطلع عليا دابا انت تقول لي جايب قط كيفاش بغيتي نستقبلها؟ ضروري خاصني نعرف كيفاش القط جايبه واش دابا تيجي المقابله يعني واش القنصل كيشوفه كيقلب له شي حاجه ولا لا؟ لا ما تمشيش كاع القنصل انا نعطيك القط. القط كتمشي عند الطبيب اصلا هو تيكون القط خصو يكون عنده الوراق ديالو فهمتيني فاكسين تيضحك وتسنط اصاحبي والله حتى مع شوف والله ما مطوبه والله الا راه الموضوع كيضحك فهمتيني داكشي اللي باغي نعرف كيفاش تجيب قط. ها تكون القط عنده الوراق ديالو فاكسيناسيون لعيبات سميتو كنيتو فوقاش تزاد نهار فين كتبغي تدفع له حتى هو يمشي فهمتيني النهار فين النهار فين كتبغي تدفع له حتى هو يمشي كديه عند الطبيب الطبيب تمشي تيدير له الفاكسين. علاش انا عاود واحد لي ستوار متبضك هذا علاش يسخسخو الحيوان طلع له الوراق هو في شحال هذه ما كانش يطلع له الوراق كتجي كديه في الكاج ديالو كديه معاك. هذا واحد خونا مغربي دا كلب من المغرب دا لفرنسا وداس ما وجلس عاش معاهم وداكشي ومشى لواحد المسابقه ديال الكلاب ودا مع هذا الكلب هذا ديال المغرب دا مع فرنسا ودخلوه في هذيك المسابقه ديال الكلاب مستر علي لاباس عليهم كمل فهمتيني وهذوك الكلاب لاباس عليهم وهذاك الكلب اللي جابوه من المغرب دا لفرنسا مريض هو صدق مرض الكلاب كاملين اللي كاينين تما هادشي دابا علاش كيعقدوا معاهم في الفيزا ديال الكلاب والقطط صافي هادشي علاش ولات معقد هذا ويليك اصاحبي دابا والله الا ما كنتيش تقرا واحد الموضوع كيفاش دير الكلب ديالك وداك الشيء هو تمارض الوراق اصاحبي لا صافي كتمشي عند الطبيب ما كيعطيوش هما باسبور كيعطي واحد الورقه ديال الخروج للبلاد هذيك ورقه معلم فوالا ورقه كتمشي عند الطبيب تيعطيك تمشي تيقلبوا اللعيبات كذا كترجع لعندو عاوتاني تيدير له شي تحاليل وحده اخرين من بعد مابقاش عاقل بالضبط كتمشي بحال شي لعيبه شي مقاطعه عادي للحيوانات ولا ما عرفت داك الشيء وخونا هو اللي طبع وداك الشيء كامل تقريبا دازا فلوس فهمتيني مشيت عند الطبيب كانوا شي ورق ما كاينينش قلت له كذا كذا قال لي سير عند خونا مشيت عند خونا فلان فلان قال لي لا راه المش ديالك ما يمكنش ديه قلت له لا راه ما يمكنليش المش ديالي ما نديش قلت له كيفاش واش كاين شي حل انت تعرف كتهضر مع مسؤول كتقول له واش كاين شي حل نشوفو كيفاش ويقول لي عرفت شنو غدير سير عند الطبيب قول له راه صيفطني عندي الفلان فلاني راه كذا كذا والسيد كانت عنده دي. واش اي حيوان يعني اي حيوان سدي ماشي بالضروره قط ولا كلب وما نعرف اخويا ما بغيت تجيب معايز وكيتمشيو معاهم ودكرا خصو يجيب له شي 207 من اللي مسارجع معنا نجيبو في باطور اخويا انيس قولنا عليك اخويا سرت ناس الله يسهل عليك الله يخليك معليش اخويا انا شوف مره اخرى ولي طلع معانا راه عرفتي دابا راه الموضوع القط مساله معايا مرحبا صح معايا مره اخرى ان شاء الله مرحبا صافي اخويا عزيز الله يوفقك الله يحفظك ترى لي فرصه يلاه يتوب عليك لا واحد بلاتي سفيان بلاتي شنو واحد يلا دابا طلع قال لي الدري صاحبي با مكنا الياس يتوب عليك واو ربا مكنا تحياتي لخويا مكنا يلا طلع لي براس الله يحفظك اخويا انيس الله يعزك خويا العشير مول باج عندك تكون نسيتي التليفون راه كاس كيشري فيه باج